السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غدانا طالت عماركم غداء النواخذة اللي هو المحمر. المحمر في دولة الإمارات يقال عنه ويسمى محمر، في دول مجلس التعاون الثاني يقال عنه محمر، ومن ثم بعد يقال عنه يسمى برنيوش. حد يسميه برنيوش وحد يسميه محمر، لكن 70% يقولون عن محمر، لكن اسم البرنيوش الاسم القديم، لكن الناس كلها نسته. المحمر بكبره نسوها حين فقير المراد. هذا المكونات: ربع كيلو بصل، راس ثوم، كزبرة، كريبتة، طماط، فلفل بارد، فلفل حار، لوم يابس ملبب، صافي على حسب الكمية، مملوح ملح وكركم ومغسل معدل محطوط وجاهز بلي بزار. المكونات هني شيلتين عيش، هذا هو القياس مالنا مال العيش، هذا شيلتين، وهذا الدبس، شيل الدبس كامل. قياس طالت عماركم الشيلتين العيش، الشيلتين العيش قياس شيل كامل دبس. دبس كل من تنقيت النوع الطيب معناته انك انت بتطلع طبخك اطيب، وكل من زان السمك وكل من زان كل نوع الاكل ما يطيب الا بطيب وجودة المنتج اللي تبى تحطه فيه. انزين، قياس الشيلتين العيش قلنا لكم شيلة دبس من افخر الانواع لازم يكون على حسب الرغبة، وشيلة ماء، شيلة دبس وشيلة ماء، قياس شو؟ قياس الشيلتين العيش، وجرفة عيدان، وثلاث أو أربع حبات قناد اللي هو هيل، وشويونة زعفران، وحلوة، حبة الحلوة، حد يسمي حلوة حد ما أعرف شو تسمونه أنتم، لكن هو هذا بهاي المكونات. هذا بويه غدانا اليوم اللي هو غداء النواخذة. بنشرح لكم الطريقة بالتفصيل، بالتفصيل. هذا المطفي، لازم المطفي هذه طريقته، واللي بيقولك بيسوي مطفي بلي زيت هذا كذب من حبل المشاء. المطفي لازم زيت، بلي زيت ما يتسوى، لازم زيت عادة مرة واحدة ما تضيع. تركب أبوي بصلك هني، وتركب هذا الماء اللي حق العيش روحه، وهذا جدر الحين بخبركم السر فيه. وحين ترتب أبوي الدهنة حارة تكون، وتعقب أبوي سمك داخلها، يكون لازم بس كركم وملحه، ما تحط بزار. الحين ما ينحط بزار، خلاف البزار بخبركم طريقته. الحين اللي حق المطفي ما يبزرونه السمك، إن كان أبوي جش وإن كان زبيدي وإن كان شعري ولا شخيلي ولا ربيب ولا شنعد، أيا كان المطفي ما ينحط البزار، فقط كركمة وملحة، خلاف ينحط البزار. وهذا العيش من عقب ما شخلناه وخلصنا غسلناه، وحين نطبخه، نطبخه 30% فقط انضوي، 30% ينضى وينشخل. وحين بخبركم بطريقة المحمر الأصلية اللي على بطنها وظهرها الخدمة الأولية، الأصل ما بالشكر بالدبس. نحط بوي الدبس على ما تشوف أول بادي الدبس، يسيد فوق الماء. هذا قياسه، قياس المحمر بالضبط. بعد ما يذهب البصل تشوفونه ذهب، ذهب يعني 70% من البصل ذهب، حطوا عليه الثوم. الحين على ما تشوفون الدبس ويا الماء على الضوء، وين سامان، وين سامان مال الدبس؟ بسرعة، هذا الدبس ويا الماء القياس اللي خبرناكم عنه، هذا سامان، هذا كل ينحط الزعفران والمثيبة، بعد حط زيادة زين، أيوة هذا حبة، كل اللي بتشوفونه حين شوف العيش. هذا طالت عماركم العيش خلاص، الحين 35-30% من الناضي ني يعني حب عبارة، وهذا المقلى وزاهد، المقلى يخلونه نص نضية اللي حق المطفي، وها ينقز يربع يبليونية حب بالعمالة. أحب بعد شوي بنخبركم ليش سر في الطبخ، كل شيء والوقت يتنزل. الحين شو اللي يتنزل؟ اللوم اليابس الملبب، ما شيء غيره، ما ينحط بزار. كيف يظهر طعم وريحة اللوم اليابس؟ لازم يدقه الزيت، من يدقه الزيت ويانس الحرورة طلعت ريحة اللوم اليابس. ما عقوا عباس على دباس، لا، في هالمرحلة ما ينعقب عباس على دباس، عسب تظهر فائدة اللوم اليابس. اللوم اليابس يوم شيء ماء وشيء صوالين وهذا ما تبيك ريحة اللوم الملبب، الملبب ما تظهر، ما يظهر طعمه، يظهر ريحة حال الفوقة، حال المكبوس.
لكن اذا تبى تظهر ريحه اللومي اليابس الاصليه لازم بالزيت حق المطفي لازم هالنمونه. والحين على ما تشوفون الصافي وزهق حق المطفي لازم نص نظيه. احب بنرويكم شو الطريقه. وهذا مره الحين بيازم يجولب زين ما زين من يجلب شبه وعيش هذاك اللي باللوم اليابس الملبب سيدي نحطه بوي صلصه قويطي صغيروني ما يتكود وايد ما حد ابوي عن ترى على الصاهر كثرة الصلصل يسوي الصاهر شرات حد من العرب ما ينشهى ولا ينبغى ولا يتشاهد قال على ابوك صاهر انت شرات الصاهر هذا عاد تكويده الصلصل قله زباد وكثرته سماد ما حد يكود وايد. ها شوفوا هذا حينه مره يقول عمره على ما تشوف خلوني الطابخ على الاقل 10 دقائق يتجانس هذول تزج مروحة زين ما زين على ما تشوفين. حط شويونة ماء قطرة من عقب الصلصل حد يتجانس زين ما زين وتتخويط الحين البصل هذا يذوب من عقب الصلصل لازم يوم بتحطه ينحمس ويا الدهنة ويا اللومي الملبب ويا البصل هالنموني خدي. والحين طالت عماركم يا وقت تشوف يا وقت شو بتحط الحين وقت البزرات البزرات على حسب كلن ورغبته شو يبي يحط خيار عندكم. نحن نحط الكمون ونحط ما ادري شو واخر شيء نحط البزار المخلوط العربي مالنا اللي هو بزار الخالدي وريحه فلفل اسود يعني على حسب الرغبه. شو الحين حطوا البهارات اللي حطيناها خلاص حطوا شويه ما يزايدون الماء مره واحده عسب يبين طعمه. ها وحينها وقت الزار العربي بزار البيت كلن انخذتوا من عند الخالدي ترى موجود هم بغيتوا بزاركم روحكم عاد على هواكم بغيتوا بزار الصحبان والصدقان ولا الاصحاب عندكم كلهم كود الناس كلها خير وبركه وكلها البيوت تخدم بزرات. شو حيش قايل هذه لونه بني الى ذهبي الغامج بعد حينه احب تشوفون. وهذا بعد يقول على عمره العيش حينها صبر شو ايش قال حبته يابسه يعني 35% منضوي منه تشبوه على المروق اللي تحت تشبسوه تشبس شرات الفوقة الحين هذا 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 اللي خبرناكم عنه. هاي طريقة المحمر الأولية ولازم الحين متخلص خلصت الحين حطه ودهنه على وجه الجدر. وين الدهن؟ الدهن ربع هاي دهين لا بد ولا عذر منها بس ايوه كروه الجدر هذا اهم شيء عاد حينه اهم ما في الموضوع ستشير الجدر حينه ولازم ينحط فوق روز وينحط على ضوء قاصره يباله على الاقل ساعه كامله ضوء قاصره يلا يلحق هالضوء يا قصر حبيب قصر اربع شوفوا حبيب شغله هذا كرمل مره على ما تشوف يلا خلص الحين يتمرق الحين بعده ترى ما نحط ولا اي شيء في مكوناته غير البزرات ولا تحيدونه من قبل تخلطونه زين ما زين وحينه يوم يعرفون القياس اللي هم يبونه ترى مطفي ما بصالونه ولا بممرقه لا مطفي اسمه مطفي ما بصواط والقلقان وحوض سباحه لا هذا المطفي الحين يملحونه عاد هذا وقت الملحه ايوه بارك الله فيك سيدة طالت عماركم حطوا سامان علي اللي هو شو حينه سمك ايه يلا خلص صفوا طالت عماركم السمك على ما تشوفون هذا المطفي الصافي طالت عماركم سامان حي كله داخله على ما تشوفون حطوا الطماط
وحطوا الفلفل البارد وحطوا الكزبر والكريبتة ودروا فوق أو على هالنمون. وهذه خدمة المطفي الطريقة الأصلية، مش قنبو عبود، لا خدمة الأولية. وكسروا على الضوء وحين يصير ينضى على دوبة الضوء وتكون أقصر ما يكون. ترى أهم شيء في الطبخ، أهم شيء في الطبخ الطبخ على الدوب، ما بهوي هوي يكوع طبيزة مال سرعة سرعة ما يستوي. لازم أبوي كل شيء براغ وكل شيء أستا أستا وكل شيء أبوي شوي شوي الأمور تيسر. ها ها ويسكرون حين على هالنمونة. يوم وقت الغداء قبل الغداء بعشر دقائق قالوا حق اللي في البيت أبوي غرفوا الغداء، بندوا عن الضوء خلوا الجدر يصخ أقل عن ثانيتين وابتدوا يغرفون. أول شيء غرفوا المحمر وغرفوا المطفي معالي ولا روحه. حين بعد مرور 45 دقيقة، بعد مرور 45 دقيقة بتشوفون الهسف المساعي اللي خبرناكم عنه، بلي شخال بلي شياته، هذا هو البرانيوش المحمر. شوف ايش قال طريقه، هذا المطفي زاهد. شوفوا هذا المطفي، مطفي اللي على بطنه وظهره، ما بمطفي عادي، مطفي مطفي رقم واحد. ثلاثة لوكل منيونير ما تم في الوادي شير أبوي، لوكل منيونير ما تم في الوادي شير. هذا المطفي ليش سويناه نحن السمك نص نظية حق ينضى في المطفي ونوخة السمكة تظهر في المطفي. حب أبوي إلا خدمة عيله ها ثاني العمات، لا هذا هو على ما تشوفون. يلا يلا عاد حمد عيستني. هذا خدمة البرانيوش المحمر الأولي اللي على بطن وظهره اللي كل حبة من العيش تضرب بربيعته. كان الربع وعايشات في يونية وحدة دهر، ويوم ظهرن وينبوي في جدرنا الضاربن وازمت كل وحدة على راسه، ما وحدة ملاصجة الثانية ولا التعارف، ما كأنها الربن ولا استوين في مكان واحد.